انتوا عملتوا اول كولكشن ليكوا كان فيه نيش ازرق، قررتوا بقى ان انتوا تريحوا الاهالي وتريحوا الشباب وتريحوا الناس كلها بان هو نيش عشان هم يبقوا مبسوطين الاهالي، بس في نفس الوقت ازرق عشان الناس تبقى مبسوطه ان هي حاجه مودرن لذيذه. ليه ابتديتوا بده؟ اول حاجه بحب اللون الازرق، فكان اكتر لون مفضل ليا، بس الازرق بجد بيبقى مريح جدا في البيت. احنا عملناه هو بس بيس، والباقي كله عملناه الخشب الطبيعي الحلو، السفره والكراسي السفره، وكله كان بيجات وكتانات وكده. فخلينا هي دي الحته اللي هي كانها تراث قديم بس بلون يديكي كده الاحساس. اصلا كنت عملته اي لون تاني، ما هي الالوان كلها كانت البنيات والحاجات دي، ما كانش التقليدية. هيبان. كانش هيبان ان هي دي التويست. وعايزه اقول لك كان من احسن مبيعات، ولغايه النهارده الناس بتيجي تسال عليه عشان فكره الازرق، ومعاه بقى برضو الخشب وفي ازاز والدرج برضو كل حاجه نفس اللي هو المفصلات الجديده. حاجة عملية مفصلات الجديدة، فبتبقى حلوة وناعمة، مش حاجة مش قديمة اللي بس ضربت بنفس بالظبط بالظبط، مش بالظبط بتعلق بقى زي بتعلق زمان، مش بتعلق زي بس زمان بنفس الوقت شكله زي حاجات زمان الحلوة اللذيذة، وفي نفس بالظبط الوقت التاتش المودرن بقى بالألوان بالالوان. وكنا عاملين المفرقعة. كمان احنا حلو دايما قوي. بنعمل اللي هو الفينيشنج اللي هو تحسي زي المتقدم، دايما اقول لهم المتقدم، فالتقديم ده مش سهل يتعمل. أكيد. فكان لسه طالع 12 سنه يعني، كنا لسه طالعين بده، فكان بالنسبه لهم انتي مجنونه. فكرتيش تعملي منه الوان تانية برضو؟ فاخضر، فوشيا، اصفر، يا نفس عملنا وكان القطعه بيجي لنا بالظبط. عملاء اصلا. انا اتخضيت من كميه العملاء اللي هي الجريئه اكتر مني، يقول لي عايزين واحد اصفر واحد فوش، اقول لهم بجد طيب ماشي هتشجع وانا عارفه. وكان اول ما بديت اصلا كان معايا ناس في الشغل بقى بتاعت زمان ولسه شغالين معايا وبحبهم جدا، يقول لي على فكره ان انت بتعمليه ده جو بهلواني، عاش هيشتغل ولا لا؟ فيقولوا الوالدز من ورايا، يقول لهم طب خلاص سيبوها تجرب، هي عايز تعمل يعني. سيبوها هي تشوف، مفيش سبحان الله مشكلة. دلوقتي ما شاء الله الحمد لله ما مش عايشه بقى من غير البراند ده. ما شاء الله. الحمد لله. انتي ابتديتي بقالك اكتر من 10 سنين، ازاي دلوقتي تقدري تحافظي على الاسعار وما تغليش على الناس، وفي نفس الوقت تفضل برضو جودة عالية وحلوة؟ بتعملي ايه بقى؟ بصي هو سؤال صعب بصراحة، يعني في الظروف اللي احنا فيها صعب، بس احنا برضو بنشجع الصناعة المصري، فشغلنا كله ولسه يعني ماسكين كده جامد جدا في الصناعة المصري. مش قادرة اقولك ان طبعا معادلة سهلة، صعب جدا، فبنضطر في حاجات بنتنازل عنها الزيادات ونحاول ان احنا ايه نبالانس. زي ايه مثلا يعني؟ هقول لك يعني انا ما اقدرش استغنى عن خشب، لازم يبقى خشب طبيعي، اقدرش يعني خشب صناعي مش هقدر، بس مثلا يبقى في شغل اكتر، ببقى بحب اعمل الشغل اكتر من الجناب كله حواليه، فبقيت اقلل الشغل شويه عشان انا بعمل حاجات كتير هاند ميد قايمه، فبقيت اقلل اعملها بس في الوش بلاش الجناب. ففي حاجات بنحاول ده حاجات نلعب تشيل فيه، حاجات، حاجه تشيل حاجه، بس ما اقدرش العب في الخامه ولا اقلل في الخامه ابدا ولا في المفصلات برضه. اهم حاجه اهم المفصلات. حاجه مفصلات عندنا في مصر، اهم حاجه بنحب نحط كل حاجه تقيله في الدرج انت ايوه، على بنحط حاجات وما بنفكرش ونيجي نستغرب جدا لما الدرج تتكسر ليه ناخد يا ده بالظبط؟ ازاي، ليه والمحل اللي فيه مشكله انت مش عارفه ان احنا اللي حاطين فيها عارفه مليون احنا كيلو. مصريين نحب كل حاجه نحطها في الدرج.